تمام. بلال ايضا النهارده الحمد لله الاداء جيد، ولكن في نهايه الامر ان انت خدت 3 نقاط في ظل هذا التوتر وفي ظل هذا في هذه المباراه الصعبه، اعتقد شيء جيد. في مباريات يا كابتن اسلام انت محتاج فيها انك تكسب، زي مباراه النهارده كده. ممكن يكون المكسب كان صعب، ممكن يكون الاداء كان اقل من المتوقع، ولكن انت بتحتاج المكسب. يعني في بعض الاوقات الضغط النفسي بيأثر على الأداء بتاعك. النهاردة يمكن الأهلي لا بديل سوى الفوز، بيلعب فرقة كمان ما عندهاش مشكلة، ما عندهاش مش باكي على حاجة بلغة الكورة، يكسب يخسر 3 4 5 مش فارقة معايا. فبالتالي هم أهدى نفسيا، تمام، ما عندهمش توتر، مش محتاج المباراة، هو جاي بس عايز يعمل مباراة جيدة قدام النادي الأهلي، عايز يخرجك من التركيز، عايز يخرجك من البطوله، لان انت برضو بالنسبه له انت منافس مصنف بالنسبه له، فكون انه يخرجك من البطوله ده مكسب كبير بالنسبه له، بالنسبه للنجم الساحلي. فالنهارده المباراه الجيد انك قدرت تكسب، الجيد انك قدرت توصل، ولكن انا من وجهه نظري الشخصيه برضو يعني كل يمكن معظم الحاجات اللي قلناها قبل الماتش يا كابتن هي اللي موجوده. نجم الساحلي عنده اخطاء كارثيه في الناحيه الدفاعيه كارثيه، وده اللي الاهلي قدر يسجل منها هدف، كان ممكن يسجل منها 2 و3. ولكن مباراه النهارده انت بتكسب فيها حاجه جيده جدا، زي ما قال كابتن شريف من شويه، انك خلت يبقى عندك يعني حاجتين، 2 اوبشنز، يعني انك بتكسب او بتتعادل. هي دي، هو ده الناتج الجيد من المباراه، ان انت رايح الهلال وانت عندك حاجتين، يا تكسب يا تتعادل. مش 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 بس يعني، لو لا قدر النهارده كنت تعادلت كنت هتبقى مطالب انك بس تكسب هناك في الهلال، وهتبقى الاجواء صعبه جدا. بعدين انت رايح وانت متصدر المجموعه، رايح وانت متصدر المجموعه، هتبقى في الاستريس اكتر او الضغط الاكتر هيبقى على فرقه الهلال انه عايز يكسب. عكس مباراه النهارده. انت رايح النهارده بتلعب عندك انت من اول المباراه وانت كسبان وانت صاعد، بتلعب على يعني خلاص 0-0 بالنسبه لك انك صعدت للدور الثاني. لكن هو بالنسبه له هو اللي مطالب انه يسجل، هو اللي مطالب انه يفتح المباراة، هو اللي طالب يفتح خطوطه، هو المطالب انه يضغطك، هو مطالب في كل دقيقة بتعدي عليه بالنسبة له خسارة، كل دقيقة بتعدي عليك انت كنادي اهلي بالنسبة لك مكسب. فبالتالي انا شايف ان نتيجة المباراة النهاردة جيدة جدا، حتى وان كان الأداء غير مرضي بالنسبة لنا، ولكن هنرجع تاني واقول ان في بعض المباريات بتحتاج انك انت تكسب وتنتظر الحالة النفسية والحالة البدنية والحالة المعنوية في المباريات اللي بعد كده، لأن مش كل مباراة بتبقى زي التانية، الاستعداد ما بيبقاش زي بعضه، الحاله النفسيه والمزاجيه ما بتبقاش زي بعضها، الاستريس الضغط اللي موجود عليك ما بيبقاش هو. فاعتقد ان الحمد لله النهارده بمكسب النهارده يمكن لعيبه النادي الاهلي هتبقى في حاله من الفوان اكتر بكتير جدا المباراه الجايه ان شاء الله.